دلوقتي هنتكلم عن المالتي بلكسرز والدي مالتي بلكسر. فكرة المالتي بلكسر إنه يبقى عندي سيركت، تمام، بيخش لها inputs، بيخرج منها one input sorry one output. طب بناء على إيه؟ يعني افترض واحد من دول هو اللي هيخرج كأوتبوت هنا، طب أنا بختار من دول بناء على إيه؟ بناء على selection lines هنا. طيب العدد بتاع selection lines أو الـ inputs بناء على إيه؟ هنقول إن ده 2 أس إن وده إن، يعني هنا بيبقى فيه 2 أس إن إنبوت، وهنا بيبقى فيه سيليكشن لاينز وليكن S1 S0، وهنا ده أي 1 أوتبوت عادي. ده بنسميه 4 في 1 مالتيبلكسر. يبقى لما يقولك 4 في 1 مالتيبلكسر يبقى ده معناه 2 أس 2، يبقى عندك 2 سيليكشن لاينز. طيب لو قال 2 في 1 يعني عندي هنا 2 كده 1 أوتبوت، يبقى عندي 1 سيليكشن لاين، تمام. طب هنا تروث تيبل، تمام، عندي من اس ب 0 هيخرج اي 0، يعني هنا لو في الرسمه لو عندي كده هنا اي 1 مثلا اي 0، لو اس ب 0 سيليكشن لاين ب 0 يبقى هيخرج اي 0، لو سيليكشن ب 1 يبقى هيخرج ايه الاي 1، يعني الواي هنا او الاوتبوت هيبقى ايه، هو هيساوي الاي 1، تمام. يبقى هنا عندي ال y معادلتها ازاي؟ s 0 يعني s 0 على s برايم i 0 s i 1 بس كده، تمام. طب هنرسمها ازاي؟ لا يعني دي معادلة زي معادلة ممكن نرسمها عادي جدا مفيش مشكلة، وده الشكل بتاعه اللي احنا عايزين نرسمه كبلوك دايجرام. ده التروث تيبل بتاع الأربعة في واحد، لما الاس الاس 1 الاس 0 يبقى 0 0 هيتخرج اي 0، لما يبقى 1 يبقى يخرج اي 1، يبقى ده كده 2 يبقى يخرج اي 2، ده 3 يبقى يخرج ايه، يخرج ايه اي 3. ده كل الموضوع. المعادله برضه تخرج زي كده، طبعا هي التروث بتاعها ممكن نتعمل بشكل كبير وهيبقى معقد شويه صغيرين، بس مش مشكله، يعني هي المعادله بتاعتها واضحه، يعني ده يعتبر من ترم مضروب في ده، من ترم مضروب في ده، مش اكتر من كده. هنقدر نرسمها عادي جدا زي ما اتعودنا عليه، معادلة عادية جدا هنرسمها مفيش مشكلة خالص. هنا بيقول حتة حلوة جدا، بيقول إن الماكس شبه الديكودر، أو يعني المالتيبلكسر شبه الديكودر، تمام. الديكودر كنا إحنا بندخل له إن سيليكشن لاينز وبيخرج لنا يعني المين ترم مثلا، او واحد او بيخرج 2 اس ان، يعني الديكودر كان كده، يعني هنقول هنا دخل 2 مثلا خرج لي 4، تمام. كل الفكره في ايه؟ كل الفكره ان دول كانوا بيحددوا مين الاوتبوت، مين يعني مين اللي هيشتغل، مين هيبقى عند واحد اللي هو ايه مثلا، وليكن لو دخلت 0 0 هيبقى هو ده. فكل الموضوع ان انا لما يحب احدد واحد بس من دول هو اللي بيخرج، فكاني هعمل ايه؟ ادخلهم كلهم على ايه؟ اور جيت، مش اكتر من كده. يعني احنا حبينا نبص مثلا الشكل ده، لو طلعنا فوق عند الديكودر، لا مش ده، يعني مثلا ده اهو، لو خدت دول ربطتهم دخلتهم على اور جيت هيبقى مالتي بيكس. ده كل الفكره يعني. بس هي اللي فوق، بس عملت اور جيت على الاوتبوت هو ايه، وخرجت واحد بس. ده كل الفكره يعني، ده يعني الفرق بين المالتي بيكسر والديكودر. طيب هنا بيقول كواد 2 تو 1 ماكس. كواد يعني رباعي، يعني عندي استخدم مالتيبلكسر 2 في 1 بس 4 مرات، عشان اعمل ايه؟ عشان انا عندي، انا كل مره كنت بخرج رقم، بخرج يعني واحد بس كاوتبوت، بس انا دلوقتي عايز مالتيبلكسر اديله يعني ان انبوت، تمام، او رقمين، تمام، او يعني هنعتبرهم مثلا ان بيتس نمبر مثلا، تمام، وعايز يخرج واحد من ان بيتس دول، يعني ايه مثلا
زي كده عندي A3 A2 A1 A0، وعندي B3 B2 B1 B0. أنا عايزه يخرج يا الـ A يا الـ B كلها. فالحل إيه؟ يبقى أنا دلوقتي عايز إن أنا أخرج دول مع بعض وأخرج دول مع بعض، بحيث في النهاية هديني هنا إيه؟ 4 أوت، مش هيديني 1 زي كل مرة. بس أنا عايز أعمل ده بالمقص أو المالتي بلكسر يعني. بنعمله ازاي؟ هنا بناخد اكس واي مثلا A3 B3 A2 B2، كل واحد فيهم ايه هيخش مالتي بلكس. او بعدين انا مفترض، لا يعني ما هختار، عايز اتخرج الاي 0 في كل ماكس من دول في نفس اللحظه، وبرضو عايز اخرج اي واحد مع بعضه في نفس اللحظه. يبقى اذا السليكشن لاين اللي هيشتغل هنا هو لازم يشتغل هنا، يعني لازم لما السليكشن لاين هنا يبقى بصفر يبقى فيهم كلهم بصفر. طب خلاص يبقى اختارهم كلهم بسليكشن لاين واحد زي ما عملنا كده، تمام. طيب هو هنا حط انيبل، هو حط ايه انيبل، بس لو احنا فكرنا فيها مش يعني ممكن ما نعتبروش انيبل قوي، باعتبار ان احنا دول كانها 4 مالتي بلكسر فمحتاج 2 سليكشن لاين، تمام. هنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ انا خلاص عايز لما اتفقنا ان خلاص هندخل نفس السليكشن لاين عليهم كلهم عشان يبقى زيرو يخرج اي زيرو، يبقى اي واحد يخرج اي واحد من كلهم، تمام. طيب انا دلوقتي الاي ده هيعمل ايه؟ ما هو دلوقتي عايز نقي مثلا هنا enable مثلا يبقى زيرو مش هيشغل حاجه، بس هنا لما يبقى مثلا enable بواحد هيعتمد على مين؟ على الاس. لما enable هنا عايز يورينا احنا ممكن نستخدم فكرة الانيبل. طب هو عمل كده ليه هنا مثلا؟ او وضح هنا فكرة الانيبل ليه مع المالتي بلكسر، باعتبار ان هنا المفترض مخصص هو 2 وسلكشن لاين وخلاص. فده عشان خاطر احنا هنعمل زي الاكسبانجن اللي شفناها قبل كده، بس دي هنشوفها يعني. ده في هنا كواد 2 1 ماكس وذ اكتف لو انيبل، هيدينا اكتف لو انيبل. بيسمي كمان الجزء ده بيسميه مالتيبل بيت سيلكشن، يعني انت بدل ما انت كل مره في المالتيبلكسر الطبيعي انك انت بتستخدم او بتاخد 1 بيت فقط هو اللي تخرجه، هنا عايزك تخرج اكتر من 1 بيت، فانت هتختار تاخد اكتر من مالتيبلكسر بحيث كل واحد هيخرج 1 بيت في نفس اللحظه. دي كل فكرتها، هتبقى محتاج انيبل هنا. بس الفرق بين ده وده ان الانيبل هنا لما يبقى واحد يبقى شغال، هنا الانيبل لما يبقى واحد يبقى ايه مش شغال. بس دي كل الفكره. هنا الامبلمنتيشن يوزنج مالتي بلكسر في ان سيلكشنز، هنا ازاي هنستخدم المالتي بلكسر في ان احنا نعمل امبلمنتيشن للفانكشن. طيب احنا قلنا ان ده الان، احنا قلنا ان ده حتى شبه الديكودر في ان احنا هو بيخرج 2 اس ان، يعني كانه بيخرج من كلمات برضه. فالطبيعي بيخرج من كلمات باعتبار او بناء على السليكشن لاينز، فخلاص يبقى انت حطيت الفانكشن هنا زي ما هي كده، تمام. بناء على السليكشن لاينز زي ما هي تبقى 0 0 هتخرج مين؟ اي 0. ولما تبقى 0 1 اكس واي يعني هيبقى ايه؟ هيخرج الاي واحد هيبقى واحد عادي، يعني اللي انت هتحقق الفانكشن في النهايه بالطريقه دي. انت هتحط الفانكشن زي ما هي على الام بتاعت المالتي بلكسر، وهتخرج الواحد فيهم او هتخرج كل اوتبوت فيهم بناء على الام ده العادي، مفيش حاجه يعني. هو استخدامه في الامبلمنتيشن فانكشن بسيط، بس خصوصا امتى؟ لما يبقى السلكشن لاينز بتساوي الانبوت في تو ستيبل، يعني احنا عندي تو انبوت وعندي تو سلكشن لاينز، في الموضوع بسيط كده. لكن الفكره لما يبقى عندي سلكشن، لما يبقى عندي الانبوت اكتر من السلكشن دي هنشوف هنعملها ازاي. ده مثال تاني برضو استخدم هنا ده 8 فانكشن، دي فانكشن 3 انبوت، بس هنا برضو عندي سلكشن لاين بتساوي الانبوت، فخلاص عادي جدا بحط السلكشن لاين دي مفيهاش اي مشاكل خالص. هنا بقى النقطه في ان احنا يبقى عندي ان ناقص واحد سلكشن لاين، يعني عندي زي ده كده. أنا عندي هنا قال لنا إن إحنا من أربعة طوال، يعني عايزني أحقق ده بس بأربعة طوال مالتي بلكسر، يعني عايز أدخل أربعة إنبوت وأخرج لي واحد،
طب 4 انبوت تمام، دي معناها ان يبقى عندي 2 سيلكشن لاينز، بس انا اصلا هيبقى عندي فانكشن ليها اكتر من حاجه. طب ايه الحل؟ الحل لو جينا نشوف زي ما كنا بنعمل في الديكودر، كنا بناخد الفاريبلز مع الشمال هي الانيبل، هناخد دولت هم ايه السيلكشن لاين. لو كان انا عايز 2 سيلكشن لاينز يبقى هختار اول 2 بناء على ايه؟ طب هشوف دول كده، دول كده دي معناها 0، دي كده 1، دي كده 2، كده 3. طب وبعدين لو انا هحلها ازاي؟ هجيب علاقه ما بين ال F وال Z. هنا ال F في الجزء ده كده، يعني كأني هقسم الترو ستيبل لأربع أجزاء. في الجزء ده الأولاني عندي ال F بيساوي Z، خلاص يبقى هي ال F بتساوي Z، بحط هنا إيه؟ Z. طيب هنا الزيرو بقى واحد، راح بقى زيرو، دي معناها هي كومبلمنت، يبقى كده ال Z برايم. طيب هنا زيرو واحد بس بقى زيرو زيرو، فكده حاصل الدالة أو الفانكشن سوري بصفر. هنا 0 1 بقت 1، الفانكشن تبقى بواحد بس. ده كل الفكرة. طب تعال نشوف مثال تاني، دوت عايز نعمله ب 8 في 1. 8 في 1 يبقى انا عندي 2 في 3 يبقى عندي 3 سيكشن لاين، بس ده لحد 15 مثلا، يبقى انا عندي كده 4 انبوت، عندي 4 انبوت انا عايز 3 سيكشن لاين. خلاص يبقى انا هاخد ال A وال B وال C هما سيكشن لاين تمام، وهجيب علاقة ما بين ال F وال D تمام. هنا نفس الكلام، ده بيساوي دي، هنا بيساوي دي برضو، هنا دي برايم، ده زيرو زيرو، ده دي برضو، وده واحد واحد بس. يعني انت بتشوف العلاقة بين ده وده. طيب هنا ده عايز نعمله باتنين في واحد، اتنين في واحد عندي وان سلكشن لاين، عايز سلكشن لاين واحد فقط لا غير تمام، وده 8. فرد ده هيديني الفانكشن فيها 8 من 10 من الطرف. هعمل ايه؟ هختار اول فاريبل من على الشمال هو اللي هيبقى السلكشن لاين، وهجيب علاقه ما بين الفانكشن والتو فاريبلز دول. طبعا لما اخترت ده في الاول كسلكشن لاين قسم الجدول نصين، يبقى انا هجيب العلاقه بين اف هنا وهنا. طب ايه العلاقه بين ده وده؟ يعني ده حتى تلاحظ ده كانه ترو ستيبل صغير، ده كده عباره عن ايه؟ ده الشكل ده بتاع مين؟ بتاع اكس اور. يبقى F هتساوي إيه؟ Y XOR Z تمام؟ هنا هنلاحظ هنا 0 0 1 1، هنا 0 0 1 1، يبقى ال F بتساوي مين؟ بتساوي ال Y. هنعمل ده إزاي؟ بالطريقة دي. عندي أنا أول input يبقى عبارة عن Y XOR Z، وعندي ال input التاني عبارة عن Y نفسه بس، و selection line هو ال X والفانكشن خارج بس كده. في عندي برضو مالتي بيكسر اكسبانجر، اللي هو يعني ايه؟ تقريبا شبه اللي احنا قلناه كده مثلا، بس هو ان انا بعمل مالتي بيكسر كبير من مجموعه مالتي بيكسر صغيرين. زي ما احنا شايفين انا عندي هنا اهو 8 انبوت وعايز احرك منهم واحد تمام. فانا مثلا اختار 3 سيكشن لاين عادي، ده العادي يعني، هو ده الطبيعي، هو الكبير قوي ده المربع الكبير ده. لكن انا عايز اعمل ده بمالتبلكسر صغير اللي هو 4 في 1، 4 في 1. طب انا دلوقتي عندي 8 وعايز اخرج واحد، وانا عندي مالتبلكسر 4 في 1، يبقى خلاص يبقى هخلي كل 4 في مالتبلكسر، بس هيتبقى عندي مين؟ هخلي كل 4 في مالتبلكسر اهو، بس هيتبقى ده عندي هنا ايه؟ 1 اوتبوت، وعندي هنا ايه؟ 1 اوتبوت. يبقى انا ايه؟ انا محتاج واحد. طب ما هدخل دول على مالتبلكسر صغير 2 في 1 وخرج واحد. ده كل الفكره في الاكسبانشن، يعني احنا كل اللي عملناه احنا خدنا مجموعه مالتيبلكسر صغيره عملنا منهم واحد كبير، دي فكره الاكسبانشن. يعني دي مالتيبلكسر هي عكس ال عكس المالتيبلكسر، طبعا بياخد 1 انبوت بيخرج لي اكتر من اوتبوت طبعا، بيخرج لي او بيخرج لي 2 اوست ان اوتبوت، وبناء على سيلكشن لاين زي ما هي ان سيلكشن لاين تمام. فده هو الاشبه اكتر بالديكودر، يعني هو اشبه اكتر بالديكودر تمام. يعني ده دي مالتي بيكسر هو اشبه اكتر بالديكودر. احنا نشوف الرسم بس، يعني ما هو يعني كان الانبوت ده بتاعه هو يعتبر الانيبوت بتاعه بتاع الديكودر، والسيلكشن لاين هي الانبوت بتاعت مين؟
النيكو ده، بس ده كل الفكرة يعني. ده برضه احنا ما يعني ما قلناش كده كده، هنشوف الأسئلة إن شاء الله. يعني ده كده شابتر 5 لسه هنكمل فيه، بس قبل ما نخش في شابتر 5 إن شاء الله هنحل شوية أسئلة من الكتاب بتاع عمان.